السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين في المعادلات. إذا التمرين يقول حل المعادلات الآتية. التمرين موجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا قبل ما نشوف التمرين كيكون عندنا A أس N مضروبة في B أس N، فهاد الكتاب فيمكن لي نكتبها على شكل A B لكل أس N. يعني مثلا 3 أس 2 في 3 في إكس مثلا أس 2 راهي 3 إكس الكل أس 2. إذا الأساس في الأساس أس الأس المشترك. كذلك 9 مثلا إكس كاري، إذا 9 راهي 3 أس 2 3 أس 2 إكس أس 2 أي 3 إكس الكل أس 2. العدد A يمكن لي نكتبو على شكل مربع عدد. بشكل عام مربع ديال A هو الجذر مربع ديال A أس 2. مثلا 3 راهي جذر 3 الكل أس 2. 16 مثلا هو جذر 16 الكل أس 2. المتطبق الهام اللي غنستعملو فهاد لحل هذه المعادلات تكتب على الشكل A كاري ناقص B مربع، A مربع ناقص B مربع. إذا حسب العلاقة فالمستبق الهامة كتساوي لنا A ناقص B عامل A زائد B. إذا حنا في هذه المعادلة نحاول نكتب المعادلة على هذا الشكل، هذا على شكل A مربع ناقص B مربع، باش من بعد كنرشحها على شكل جداء ومن بعد كنطبق القاعدة ديال الجداء. إذا نبدأ بأول حالة. إذا لدينا A لدينا X مربع ناقص 4 تساوي 0. إذا تكافئ X كاري ناقص إذا 4 غنحاول نكتبها على شكل مربع عدد. إذا 4 هي 2 أس 2. إذا هذه مستبقة هامة تكتبها على شكل A ناقص B عامل A زائد B، أي أن X ناقص 2 عامل X زائد 2 يساوي 0. إذا هنا تكافئ، إذا جداء يساوي 0، أي أن X زائد 2 تساوي 0 أو X ناقص 2 تساوي 0. إذا إما X تساوي ناقص 2 كندير زائد 2 للطرف الثاني ترجع ناقص جوج، أو أن X تساوي العدد 2. إذا حل هذه المعادلة هما 2 وناقص 2. الآن X مربع ناقص 3 كتساوي 0. إذا X مربع، إذا دائما حنا كنحاولو نكتبوها على شكل A مربع ناقص B مربع ناقص. إذا 3 إلا بغينا نكتبوها على شكل مربع عدد، ف 3 هي الجذر ديال 3 أس 2 يساوي 0. إذا كتبنا المتطابقة الهامة على شكل A مربع ناقص B مربع. إذا تكافئ X ناقص جذر 3 A ناقص B عامل X زائد جذر 3 تساوي 0. إذا جداء، وبالتالي فواحد فيهم غيساوي صفر. إذا إكس ناقص جذر 3 تساوي 0 أو إكس زائد جذر 3 تساوي 0. إذا إكس تساوي ناقص جذر 3 كنديها للطرف الثاني كترجع زائد جذر 3، أو إكس كتساوي ناقص جذر 3. إذا حل هذه المعادلة هما جذر 3 وناقص جذر 3. المعادلة الموالية لدينا 25 إكس مربع ناقص 4 تساوي 0. إذن كنحاول نكتبوها على شكل A مربع ناقص B مربع. إذن تكافئ، إذن عدنا 25 راهي 5 في 5 يعني 5 أس 2 إكس أس 2، و
وهذا راه يمكن ليه نكتبها على شكل 5 اكس الكل اس 2 ناقص 4 هي 2 اس 2، اثنان في 2 كتساوي 4. اذا كتبنا المعادله على شكل ا مربع ناقص بي مربع، اذا تكافئ 5 اكس ناقص 2 عامل 5 اكس زائد 2 تساوي صفر. اذا الجداء بالتالي اما اكس زائد 2 كتساوي صفر او 5 اكس ناقص 2 كتساوي صفر. اذا 5 اكس اذا حادنا مجموع، اذا زائد 2 كندير الطرف الثاني غترجع ناقص 2، وكذلك ناقص 2 كنديوها للطرف الثاني كترجع 2. اذا اكس تساوي حنا عندنا جداء، ملي كيكون الجداء دائما كنقسم على المعامل ديال اكس، اذا ناقص 2 على 5 او اكس تساوي كذلك جداء، اذا 2 على 5. اذا 2 على 5 وناقص 2 على 5 هما حل هذه المعادله. بنفس الطريقة لدينا 16 إكس مربع ناقص 7 تساوي صفر، إذن أنا كنحاول نكتبها على شكل أ مربع ناقص ب مربع يساوي صفر. إذن عندنا 16 هي 4 أس 2، إذن 4 أس 2 إكس أس 2، وهذه راه يمكن نكتبها على شكل 4 إكس الكل أس 2 ناقص 7 هي جذر 7 أس 2 تساوي صفر. حنا راه ما كندير والو، فقط كنبدل تعبير الكتابه، كنكتب العدد بشكل مغاير، هو نفس العدد. دونك جذر 7 اس 2 راه هي 7. اذا الهدف هو نلقى واحد التعبير اس 2، يعني ا اس 2 ناقص ب اس 2 باش نطبق المستطابقه الهامه. اذا 4 اكس ناقص جذر 7 عامل 4 اكس زائد جذر 7 كتساوي لنا صفر. اذا الجداء يساوي صفر، يعني واحد فيهم تساوي صفر. اذا 4 اكس زائد جذر 7 تساوي صفر، او 4 اكس ناقص جذر 7 يساوي صفر. اذا 4 اكس حنا عندنا زائد، يعني مجموع حدين، اذا زائد جذر 7 كترجع ناقص جذر 7 الى بديتها في الطرف الثاني، او 4 اكس ناقص جذر 7 نديوها للطرف الثاني كترجع زائد جذر 7. اذا اكس تساوي 4 مضروبه في اكس، يعني جداء، اذا كنقسم على المعامل ديال اكس اللي هو 4. كذلك نفس الطريقة كنقسم على المعامل ديال إكس اللي هو 4. إذا ناقص جذر 7 على 4 وجذر 7 على 4 هما حل هذه المعادلة. المعادلة الموالية 11 إكس مربع ناقص 25 تساوي 0، إذا تكافئ بنفس الطريقة. هنا عندنا 11 اللي حاولنا نكتبوها على شكل مربع عدد، فهي جذر 11 اس 2. اذا جذر 11 اس 2 مضروبه في اكس اس 2 راه هي جذر 11 اكس الكل اس 2، بالتالي فالمعادله تكافئ جذر 11 اكس اس 2 ناقص 25 هي 5 في 5 هي 5 أس 2، إذن هذه الكل أس 2. إذن كتبنا التعبير على شكل أ مربع ناقص ب مربع، وبالتالي إذن جذر 11 إكس ناقص 5. إذن الشكل ديال المستطابقة هما، إذن أ ناقص ب عامل أ زائد ب، إذن جذر 11 إكس زائد 5 تساوي صفر. إذا جداء، يعني
واحد فيهم تساوي صفر. إذا جد 11 إكس تساوي زائد 5 تساوي صفر، أو جذر 11 إكس ناقص 5 تساوي صفر. إذا جذر 11 إكس تساوي زائد 5، دينا للطرف الثاني قد رجعت ناقص 5، أو جذر 11 إكس ناقص 5 دينا للطرف الثاني ولات 5. إذا إكس تساوي هنا عندنا جداء يعني كنقسمو عليه، إذا ناقص 5 على جذر 11، أو إكس تساوي 5 على جذر 11. إذا لإزالة الجذر من المقام كيمكن لي نضرب في المرافق، يعني غنضرب في جذر 11 البسط أو المقام. إذا غيرجع هو ناقص 5 في جذر 11 على جذر 11 في جذر 11. إذا شنو يولي؟ غيولي هو إكس كتساوي ناقص 5 على جذر 11، وغادي نضربو هنا في جذر 11، غادي نضربو في البسط في جذر 11. إذا شنو غيولي؟ غيولي هو ناقص 5 جذر 11، وجذر 11 في جذر 11 هو جذر 11 أس 2، أي هو 11. إذا الحل غيكون هو إكس يساوي ناقص 5 جذر 11 على 11، وبنفس الطريقة إكس كتساوي 5 جذر 11 على 11. إذا حل هذه المعادلة، هذه المعادلة هما ناقص 5 جذر 11 على 11 و 5 جذر 11 على 11. المعادلة الأخيرة عندنا 5 إكس مربع ناقص 2 تساوي 0. إذا 5 إلى بغيت نكتبها على شكل مربع عدد، ف 5 كتساوي لنا جذر 5 أس 2، وجذر 5 أس 2 في إكس أس 2 راه هي جذر 5 إكس الكل أس 2. إذا هذه المعادلة تكتب على شكل جذر 5 إكس الكل أس 2 ناقص 2، كذلك كنكتبها على شكل مربع عدد. إذا 2 هي جذر 2 أس 2. إذا كتبناها على شكل أ مربع ناقص ب مربع، إذا تكافئ جذر 5 إكس ناقص جذر 2 أي أ ناقص ب عامل جذر 5 إكس زائد جذر 2 تساوي 0. إذا جداء يعني واحد فيهم تساوي 0، إذا جذر 5 إكس ناقص جذر 2 تساوي 0، أو جذر 5 إكس زائد جذر 2 يساوي 0. إذا جذر 5 إكس تساوي جذر 2، إذا دينا ناقص جذر 2 في الطرف الثاني، أو جذر 5 إكس تساوي ناقص جذر 2. إذا إكس شنو كتساوي؟ هي ناقص جذر 2، حنا عندنا جداء هنا كنقسمو على جذر 5، أو إكس تساوي جذر 2 على جذر 5. إذا هنا كذلك إلا بغينا نحيدو الجذر 5 يعني نرجعو المرافق أو نرجعو المقام عدد صحيح، فكيمكن لي نضرب في المرافق، يعني نضرب في جذر 5 طرفي، نضرب في جذر 5 البسط أو المقام. إذا غادي تجينا هي عندنا إكس كتساوي ناقص جذر 2 على جذر 5، يعني تساوي ناقص جذر 2 في جذر 5 على جذر 5 في جذر 5، يعني نضربو في المرافق، المرافق ديال جذر 5 هو جذر 5. إذا ناقص جذر 2 في جذر 5 هو ناقص جذر 10 على جذر 5 أس 2 أي على 5. وكذلك عندنا إكس كتساوي جذر 2 على جذر 5، بنفس الطريقة جذر 2 غادي نضربو في المرافق ديال جذر 5 اللي هو جذر 5 على جذر 5 في جذر 5،
إذن هي الجذر 10 على الجذر 5 أس 2، وجذر 5 أس 2 هي 5. دائما أي عدد جذر أ أس 2 راه هو أ. طب يتحل عدد أ خصو يكون عدد موجب. إذن جذر 5 أو جذر 10 على 5 وناقص جذر 10 على 5 هما حل هذه المعادلة.